صدمة كبيرة انتابت الجميع وخاصة الوسط الفني في مصر بعد الكشف عن إجراء الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية تم خلالها بتر قدمه. هذا الخبر أعلنته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيسبوك من خلال منشور تحدثت فيه عن تجربة عاشتها مع والدها تتمثل ببتر ساقه بعد إفاقته من المخدر، موضحة أن الفنان أصيب بجرح في قدمه اليسرى وهو مريض بالسكري. لتسوء حالته وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الطبيب بتر الرجل من تحت الركبة. وفي أول تعليق لشريف دسوقي طمأن متابعيه على فيسبوك بحالته الصحية قائلا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء.